النمسا تتبرع ب5 ملايين يورو للمدنيين في غزة. المستشار نيهاما لا تسامح مع من يهدد أمن البلاد. وزير الداخلية لابد من مراقبة منصات المراسلة لتعزيز الأمن. منظمات المساعدة تذكر بدعمها للمتعثرين بسبب فواتير الطاقة. المباني الدبلوماسية الروسية في النمسا تتعرض للتخريب. وأخيرا نمساوية تخسر 33 ألف يورو من خلال منصة مواعدة. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. كل عام وحضراتكم بخير. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن مساعدات إغاثية للفلسطينيين في غزة ب5 ملايين يورو موجهة للصليب الأحمر والبرنامج الغذائي العالمي. وتأتي هذه المساعدات وسط تدهور الأوضاع في غزة والتحذيرات من أزمة إنسانية. وأكد وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ على عدم تحويل المساعدات لأغراض غير معتمدة، حيث قدمت النمسا 13 مليون يورو دعما لسكان غزة حتى الآن. ويأتي التبرع بعد انتقادات لموقف النمسا غير المحايد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمن البلاد ضد أي تهديد، خاصة فترة أعياد الميلاد. وأكد نيهاما على عدم التهاون في الأمن وتنفيذ إجراءات حازمة ضد المحاولات التي تفسد فرحة الأعياد. وكانت السلطات قد اعتقلت 4 أشخاص في فيينا مشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية بفضل التعاون الدولي، حيث كان هناك مخططات لهجمات في فيينا ومدريد وكولونيا. حذر وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر من تهديدات الأفراد المتطرفين، معتبرا ذلك أكبر من الجماعات الإسلاموية. وربط كارنر هذا التهديد بالحرب الهجينة والأساليب غير التقليدية، مشددا على ضرورة اليقظة نهاية العام، داعيا لدعم الجهات الأمنية وتحسين مواجهة التحديات وتوفير التصاريح اللازمة لمراقبة خدمات المراسلة لمكافحة الجريمة. وفي الوقت نفسه عبر عن قلقه رغم تراجع أعداد طلبات اللجوء هذا العام، مشددا على ضرورة المضي قدما في مسار تقليل الأعداء بشكل أكبر. أعلنت منظمات المساعدة في النمسا مثل الصليب الأحمر وكاريتاس عن تراجع المطالبين بمساعدات الطاقة بسبب الحرج من الطلب. ورغم انخفاض أسعار الطاقة نهاية العام، ازداد عدد المتأثرين من الفواتير المرتفعة، حيث حذرت منظمات المساعدة من تزايد الحاجة مع توقعات بزيادة الطلب على الدعم. وفي الوقت نفسه حثت على التواصل وتوفر الحملات المجانية وتوفر حملات المجانية دعم فواتير الطاقة المتأخرة، إضافة لاستبدال الأجهزة المنزلية التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. أبلغ السفير الروسي في فيينا ديمتري ليونوبينسكي عن حصول اعتداءات على المنشآت الدبلوماسية الروسية وسياراتها في النمسا. وتعرضت المباني والمركبات الرسمية للتخريب، وأشار ليوبينسكي إلى أن الشرطة النمساوية ألقت القبض على بعض الجناة، وأوضح أن السلطات النمساوية تولي الاهتمام اللازم بقضايا ضمان أمن المؤسسات الأجنبية الروسية على أراضيها، وتستجيب بسرعة للإشارات والنداءات الواردة من الجانب الروسي. خسرت سيدة نمساوية تبلغ من العمر 46 عاما 33 ألف يورو في علاقة غرامية عبر منصة تندا للتعارف.
وتواصلت السيدة مع شخص عبر التطبيق خلال نوفمبر وديسمبر، والذي طالبها بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات في النمسا وتركيا والمجر، حيث بدأت التواصل عبر تطبيق تندا وانتقل لاحقا لواتساب. وبعد 3 تحويلات فشل التحويل الأخير، ثم قامت بإبلاغ الشرطة التي بدأت بالتحقيق في الأمر وحذرت من التعامل المالي عبر المنصات غير الموثوقة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.